بالنسبة اليوم بالنسبة إلى ظهر للعيان الخضر عليه السلام، ظهر للعيان لا حلم ولا شو اسمه يقظة. إجا والشخص كان بأحمد بن هاشم، نعم، قال عندكم مقام الخضر في عين التمر؟ قال له إيه موجود. قال له بالنسبة للخضر موجود بهواي مكانات. قال لي هو موجود بعين التمر، أوصف لك مكانه. هو الشخص اللي إجا يقول لي هذا الشخص، قال له موجود ببستان ومقابيله مجرى مي يسمى باسمه، النهر اللي كان يجري نهر الخضر. قال له مظاهرة خلا طويلة تسمى باسمه، يقولوا لها دقلت الخضر موجودة. موجودة هسه نشوف. فبالنسبة تقول للراعي البستان كان طينة وحجر مبني، أي. يعيد عمارة المقام ويبشر بالمال والبنين. الحمد لله، الله شاهد على كل كلمة أقولها. نعم. فسبحان الله، بالبداية كانت عندي بنية واحدة، يصيرون أربع ولد وأربع بنات. بالنسبة لل شو اسمه من قال المال والبنين، أي. المال أيضا إحنا خوالي كانوا سكنهم وين؟ بالأحساء السعودية، الشرق السعودي، اي شرق السعودي قطيف لهذا. فبالنسبه لهم من اجوا القطعه اللي مال سكنهم ما باعوها، اي بعد ما بنيت المقام انباعت القطعه. وبالنسبه قد اللي صرفت على على بناء القبه، أي. ثلاث مرات اجاني من الحمد لله والحمد لله.